توفي والدي رحمة الله عليه ولم تنتهي فلة كان قد بدأ في تعميرها. وبعد وفاته قام إخواني الكبار وعددهم 5 بإكمال هذه الفلة على حسابهم الخاص، وذلك لأنهم لو تركوها سوف تكون عارا عليهم وسوف يسبهم الناس بها. والسؤال: عند القسمة يطالبون كل بما دفع من جيبه، فهل لهم حق المطالبة به شرعا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مثل هذه المسألة تعرض على المحكمة لأن فيها طرفين متنازعين، فهي من اختصاص المحاكم الشرعية إلا إذا صلحوا بينهم. إذا صلحوا بينهم الصلح جائز بين المسلمين، أما إذا لم يصلحوا فلا بد من الانتهاء إلى المحكمة الشرعية. جزاكم الله.